لكن اسمح لي هنتقل لأستاذ مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. أستاذ مصطفى، الحقيقة أنه عقب أي حادث يقع في العالم، إذا تحدثنا من الجانب الاقتصادي، هناك جانب خاسر وجانب مستفيد في كل الأحوال. من هي أو ما هي الأسواق التي يمكن أن تكون أو تكسب من وراء هذه العمليات العسكرية، العملية العسكرية الروسية، ومن أكثر الأسواق المتضررة؟ طيب خليني اسمح لي، مفيش في الحرب كاسب وخاسر. هذه يعني بالدراسات الاستراتيجية، وطبعا بعد ما يعني بحيي الأستاذ جمال وطبعا بقول له صباح الخير وأضم صوتي لصوته، لأن أنا بشوف كثير من السياسيين اللي بيتحدثوا ومنهم الدور البارز اللي بيقوم به الأستاذ جمال في التوصيف للوضع الحالي، وده في غاية الأهمية. إن الشعبوية اللي بتقوم بيها الولايات المتحدة الأمريكية أو إن شعبية بايدن النهاردة في أسوأ حالتها مؤثرة تأثير كبير جدا على الوضع الاقتصادي، رغم إن إحنا بنقول إن هو طبع تريليونات الدولارات عشان يملكها للشعب، ولكن دون إن يكون عنده رؤية اقتصادية واضحة. كلنا انتقدنا ترامب على كلامه حديثه وما شابه لذلك، ولكن كانت رؤيته واضحة، إبرازه للدور كيفية الاستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية، ساهم مساهمة كبيرة مع كل العالم حتى وصوله لكوريا الشمالية اللي هو كانوا دايما بيقولوا له العدو البارز، ولكن كان في خلق فرصة كبيرة جدا لإحياء الاقتصاد العالمي مرة أخرى، ولكن قضت عليها الولايات المتحدة بالسياسة العنجهية اللي احنا بنشوفها في وقتنا الراهن. الوضع الحالي يا فندم النهاردة كل العالم سوف يكون خسران، الحروب لن تكون فيها كسبان وخسران زي ما بيقال. بالتأكيد يا فندم، أكيد 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 هو وضع صعب في كل الأحوال، لكن خلينا نتكلم على مكاسب، تحقيق مكاسب اقتصادية. هل يمكن أن يحقق أي اقتصاد لأي دولة إن كان يتمتع بمرونة كافية أو إن كان يتنوع يعني لديه تنوع أو ما إلى ذلك، هل يمكن لسوق بعينه أن يحقق مكاسب اقتصادية من وراء ما يحدث الآن في العالم؟ طبعا لا تاني، لان بقول لحضرتك النهارده هيكون في مثلا مكسب للسوق البترول، سوق البترول هيكون كسبان، ولكن تعالي بصي على المحصولات الزراعيه مش هتكون متواجده نظرا للحرب اللي احنا بنشوفها، هيكون سوق الغاز في ارتفاع فعلا وليه مردود مالي كبير، ولكن التجاره العالميه هتتاثر. خلي بال حضرتك احنا بنتكلم على ما كملناش شهر او الثاني في بدايه الحرب اللي هي كانت بدايه حرب زي ما بنسميها كده، نعم، منازعات ثم انتقلت للحرب الفعليه على ارض الواقع. دكتور مصطفى، يعني حضرتك تحدثت عن ارتفاع لاسعار النفط تحديدا، وفي خبر عاجل وصل الينا منذ قليل، خام برنت يتخطى حاجز ال 103 دولارات يعني في اقل من ساعتين تحديدا قبل ان يحدث هذا التدخل العسكري في اوكرانيا، كان يتخطى يعني لم يتخطى حاجز ال 100 دولار، نتحدث عن 3 دولارات ارتفاع في ساعتين تقريبا او اكثر بقليل، يعني انعكاسات ذلك دكتور مصطفى بشكل عام على الاقتصاد العالمي، وما هو او ما هي الخطوات التي من الممكن ان تلجأ اليها الدول الكبرى لرأب الصدع و حل هذا الخلاف ما بين روسيا وأوكرانيا؟ خلينا نقول يا فندم هذا في ساعتين فقط، تخيل حضرتك تجاوزنا. أستاذ مصطفى عذرا للمقاطعة، لكن لدينا خبر عاجل، وكالة الأنباء الفرنسية، القوات الروسية وصلت أو تدخل بريا لأوكرانيا، فأنتقل بهذا الخبر العاجل لأستاذ جمال رائف. أستاذ جمال، يعني مرة أخرى القوات الروسية تدخل بريا إلى أوكرانيا، الأحداث تتسارع يا فندم، رؤيتك لما يحدث وما القادم؟ يمكن بالفعل كما أوضحت لم نكن نتوقع ولا أحد يتوقع هذه الوتيرة متسارعة للغاية. يمكن الجميع الآن في لحظة دهشة كبيرة جدا، الجميع يترقب إلى أين ستلتقط هذه القوات. نعم ندرك أن القوات سوف تدخل من الجانب الشرقي من أوكرانيا، ولكن هل سوف تقف عند حدود الدولتين يعني اللي تم الاعتراف بهم أم سوف تتقدم أكثر؟ نعم هناك هجوم الآن جوي، ولكن فكرة الهجوم البري أنا أعتقد أن سوف أيضا تكون خسائره أكثر صعوبة، وهنا بقى سوف يعني يكون الأمر أكثر صعوبة سواء على صعيد الجانب الأوكراني الذي عليه أن يتخذ بعض الخطوات الجدية والحقيقية.